شام، اول شيء هارد لك لمنتخبنا، خصوصا احنا ما نقدر نضغط على اعمار لا تتجاوز 13 20 سنه اغلبهم. لاعبين اول مره يخوضون هيك معترك، يعني كاس عالم، منتخبات على اعلى مستوى. اكو نقطه يعني مخفيه على الناس، انه هؤلاء اللاعبين ما يلعبون دوري، يعني ما لاعبين دوري اغلبهم. حتى عبد الرزاق اخر فتره صار احتياط، يمكن الاي عبد الرزاق علي جاسم، ذول الثلاثه اللي الركائز اللي كان معتمد عليهم عماد، كانوا أسوأ ثلاث لاعبين موجودين بالمنتخب. وهاي مشكله اليوم، انت من تروح تعتمد على ثلاث لاعبين ركائز بالفريق اللي هم انا يعني اشوفهم هم اكثر ثلاث لاعبين يلعبون دوري اسبوعي مع منتخباتهم مع انديتهم العفو. التحضير اذا كان من الاتحاد هو مو منيه هشام. اليوم احنا مفروض الاتحاد يحضر لكل المنتخبات، لكن احنا لان سنتين ثلاثه نحضر صح وسنتين ثلاثه ما نحضر صح، فمن يجي نحضر لمنتخب الشباب احنا نقول صار عندنا دعم قوي. هو هذا الدعم طبيعي لاي منتخب بالعالم، كل المنتخبات تدعم من 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 دولهم، من اتحاداتهم، من 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 مسؤوليهم، لان هو هذا واجب المسؤولين هشام. لكن احنا دائما عندنا هذا الموضوع نتفاجئ به، انه اليوم المسؤول دعم المنتخب، هو شغل المسؤول الرياضي انه يدعم الناشئين والاشبال والناشئين والشباب والاولمبي والما توصل لحد المنتخب الوطني. التحضير اني اكو نقطه هشام، نغشينا بمعسكر اسبانيا. انا اعتقد انه عماد معسكر اسبانيا شويه طلع من الواقعيه، انه تعادل مع البرازيل، هو خصوصا مباراه البرازيل هل كانت فخ بالنسبه لنا، خلتنا بغير جو. اكبر فخ هو معسكر اسبانيا هشام، اكبر فخ. ليش؟ لان انا اعرف عماد كان معتمد على ركائز ثلاث اربع لاعبين مو زينين كانوا. يعني حتى المباراه الثانيه انت شفت الاي احتياط، عبد الرزاق احتياط، يعني هذا مبين انه اللاعبين ما كانوا جيدين وما راضي عليهم المدرب بالمباراه الاولى. هشام احنا لعبنا ست اشواط في كاس العالم، احنا فقط الشوط الاول مع تونس كان جيد، فقط افضل شوط انه هو الشوط الاول مع تونس. خمس اشواط احنا مو جيدين. مباراه اليوم مع انجلترا اخرج عن الحسابات الفنيه، لعبنا بخمسه، لعبنا باربعه. اليوم المنتخب الانجليزي هو مترشح، صح. انت تلعب ويا فريق مترشح، صح. احنا العراقيين من يخسر الفريق اول مباراتين ذبحنا الفريق من الوريد الان نقول والله المنتخب جيد اليوم. لعب شنو لعب؟ هو احنا مع انجلترا اصلا جايين على نقطه تعادل وحصلوا جزاء ضيعوها، كانوا يريد يخرجون بواحد اثنين ويطلعون من المباراه او يخرجون بتعادل.